مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم في موعدكم 100% رياضة على قناتكم الحياة تيفي، واللي راح يكون في الحديث عن العديد من المواضيع أهمها خرجة وزير الشباب والرياضة الذي شدد اللهجة وأصر على النهوض بالرياضة الجزائرية، خاصة وأننا في سباق مع الزمن من أجل تحضير للألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستكون على الأبواب. سنعود على النتائج المشرفة للسباحة الجزائرية في البطولة الإفريقية، وكذا سحب شرف تنظيم كأس العالم للمبارزة من الجزائر والتي تعد ضربة موجعة. وفي كرة القدم ستنطرق أيضا لتهجم الفرنسيين على الناخب الوطني جمال بلماضي الذي رد بقوة في إذاعة RMC. سنحلل ونناقش هذه المواضيع رفقة الضيوف. أسعد باستضافة الإعلامي ياسين معلومي. مساء الخير. مساء الخير سفيان، ويعطيك الصحة على الاستضافة، شكرا جزيلا. شكرا لك. نعم، أسعد أيضا باستضافة عادل زكري صحفي جريدة الخبر. مرحبا عادل. مساء الخير، تحية رياضية لكل المتابعين على قناة، تحية متبادلة. وأرحب أيضا بخولة منصوري الإعلامية الرياضية. مرحبا خولة. مساء الخير ليك ولكل الزملاء الحاضرين معنا في البلاطو، وكذلك كل المشاهدين الكرام. ان شاء الله فقط نفيد الراي العام، وان شاء الله تكون لنا اذان صاغيه مع المسؤولين، لانه اولا واخرا نحن الاعلاميين، بما انه البلاطو كله اعلاميين، رسالتنا واضحه اللي هي الدفاع عن مصالح الرياضه الجزائريه دون اي اعتبار. فعلا خوله، فعلا نشرح الراي خوله. الميساج فور تاع خوله في بدايه الحصه، وندخل مباشره في الموضوع وموضوع الساعه، وهو لو كلاش تاع الناخب الوطني جمال بلماضي مع صحفيين الفرنسيين، وعلى راسهم اللاعب السابق جيروم روتان اللي هو محلل في قناه RMC، واللي رد عليه بقوه الناخب الوطني في نفس الاذاعه، واكد بان المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، وان بلماضي سيقف في وجه كل من يريد الشر للجزائر. نشوف تصريح بلماضي ثم نبدا النقاش. Pour moi, il est indispensable, primordial, celui qui est chargé. Je vais te donner, c'est pas un conseil, je suis pas là dans ma position de donner de conseil, mais je veux dire que quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu le fais, Jérôme, mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique, et j'aime bien quand tu parles purement football, parce que tu as été footballeur, et là ça a tout son sens. Mmh. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs. Tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention. Parce que là, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Hein. Et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants. إذن تابعنا بالماضي يرد بقوة على جيروم روتان في قضية أوندي دولور ليعلق المشوار الرياضي مع المنتخب الوطني. أبدأ معك ياسين معلومي، ما هو تعليقك على تصريح الناخب الوطني؟ كنا انتقدناه يعني في تعامله مع وسائل الإعلام الجزائرية والصحفيين الجزائريين، لكن الآن الأمر امتد إلى ما وراء البحار وإلى صحفيين فرنسيين. هو اللي من قبل ما بدأوا اسمه جمال بالماضي، نبدأوا اسمه ديلور. نعم، نبدأوا ديلور. أنا هذا رأيي، وهذا كما يقولوا سامونغاج كموا. شوف لي مي جوار دو موند، ميسي، رونالدو، بيلي، مارادونا، بوكو دوطر جوار، ما دومونداوش واش دوموندا هو. كي يلحق للمنتخب الوطني كسوا تكون بليسي ماشي بليسي الى اخره. واليوم عندنا ديكا، عندنا بالعمري، عندنا بن سبعيني، عندنا سليماني، ايزيتي بليسي مي جاو. اليوم انت كون تو دوموند، اليوم انت كون تو دوموند مثلا اون اني تقول لك انا ما نجيش، هو اسمه المنتخب. هو ديجا في لا ديكلاراسيون الاولى ديجا ديلو اسمه من الاول هو غلط. اليوم هو اسمه هذا المنتخب اللي راح يلعب كاليفيكاسيون دو لا كوب دي موند. اليوم حنا رانا نستناو كاع من لا كاليفيكاسيون دو لا كوب دي موند. انت تجي في المومون هذا تو في اون ديكلاراسيون باغي. اي جو بونس كو بون اترافير اسمه بالماضي الى مي لي شوز اسمه كلير. وانا ليا الرساله هذه ماشي غير ديلور، خاصه انه الى اكسبتي لا كونكورونس في نيس وما قبلش لا كونكورونس في المنتخب الوطني. اليوم هذا من جهه، اليوم ثاني كاين حاجه اخرى، رساله ثاني موجهه للاعبين كاع كامل اللي جوا لي 30 ولا لي 40 ولا لي 50 جوا اللي صح يجوا واسمو المنتخب. هذه هي الرساله، المنتخب راه فوق الجميع، ولازم اليوم لازم واسمو نتذكروا باللي في تربص قطر من قبل كاس افريقيا رياض محرز في 30 ثانيه ما استناوهاش وراحوا انطرينا وحدهم الى اخره. انا راحت الحفله. انا جو بونس كو هذه سي ميساج
pour les joueurs. Ou maintenant, ça va dans quelques jours. On va jouer deux matchs décisifs. سي جيبوتي اي بوركينا فاسو pour la qualification de la coupe du monde. هذا الذكري ما هو تعليقك على ما حدث مع بالماضي وقناه انمسي؟ اليوم جمال بالماضي يعني اثبت انه طريقه تعامله مع الصحافه يعني ما راهش يعني صح التعبير ما كانش دو بوا دو ميزور يعني كاين بما كاين قايل كان شويه يعني اكثر جراه مع الصحافه الجزائريه بارابور لا بريس اترونجير بدليل واش صرا يعني الحادثه تاع راديو ار ام سي وين كان صارم وحاسم وقبل ثاني ايضا ما يكون قبل ما شفنا طريقه تعامله مع الصحافه المحليه شفنا يعني الارشيف راه موجود حتى مع الصحافه القطريه وكان يتبع كل صغيره وكبيره وكان اكثر جراه في الندوات الصحفيه الان دروك هذا يحسب أن انه كاين اللي يصنفوا في خانه كما يقولوا حنايا لي ديفو تاع بالماضي ولا يزيد عليها كما يقولوا صحه بالعاميه او يعني يدافع على حقه وكما يقولوا حنا بالعاميه ما يسمحش يعني اللي يغلط يحطه في بلاصته لكن انا اعتقد انه الخرجه الاخيره يعني تاع جمال بالماضي مع راديو ار ام سي يعني ربما يشاطروني كاع الراي يعني كان صارم وكان حاسم يعني ولا اعتقد انه فيه جزائري اللي ما كانش متعاطف مع جمال بالماضي ولا يشوف باللي يعني رد كما يقولوا الصاع صاعين علاش لانه احنا العام والخاص الان دروك كما يقولوا الوسائل التواصل الاجتماعي يعني خلى العالم يكون كله مكشوف على بالهم باللي الصحافه الفرنسيه بالاخص تعاطفت يعني كثير مع ديلور ودافعوا عليه فعلا مع اوندي ديلور يعني هذا شيء متوقع وشيء منتظر انه المدرب جمال بالماضي هو ايضا يعني يرد يبين الحقيقه سواء بالنسبه للصحافه الفرنسيه او حتى يعني المحبين المنتخب الوطني اللي راهم ايضا في المهجر واظن انه بالماضي كان كلار وكان واضح في المبررات اللي قدمها بشان تعامله مع قضيه اوندي ديلور فعلا خولة سؤال موجه لك كثيرون يقولون انه بالماضي لا يمكن انتقاده لكن الآن ما حدث بعد تصريحاته وحط تصريحات مع إذاعة ار ام سي ما يمكن قوله الآن؟ لا فيما يخص لا يمكن انتقاده لا ما يمكنش أنه ما يقدرش ينتقده ولكن لما الإنسان يحسن ضروري الإعلام أو كل حتى الرياضيين القدامى أنه يشكروا أنه يعني حتى أنهم يهلوا بالنتائج الجيدة أو بالأمور كل الأمور يعني الجيدة اللي يقوم بها بالماضي أو أي مدرب آخر ما نحصلش الموضوع فقط في بالماضي ولكن لما يغلط أي شخص ولا أي إنسان من واجب ومن الضروري على الإعلام الرياضي أنه يوجه الشخص اللي غلط يعني أي إنسان حتى نحن عندنا مسؤولية في هذا أما بخصوص تدخله مع غاديو أغمسي أنا نقول باللي أثبت كما قال عادل أثبت أنه بالماضي يتعامل هذه طريقته في التعامل مع الإعلام سواء إعلام محلي أو إعلام دولي ربما هناك من يعتبره إيجابي أو سلبي إحنا كجزائريين لأنه هو جزائري في بعض الأحيان نزعفه يغضنا الحال من طريقة التعامل تاعه مع الإعلام الجزائري ولكن اليوم يعني بطريقة مباشرة قال يعني حتى للجيروم قالوا أنت كدولي كلاعب كرة قدم سابق يعني تمنيت أن تعمل يعني تعلق في أمور تقنية يعني بين قوسين قالوا ما تدخلش روحك في بيني وبين الرياضيين تاعي ولا كيفاش نتعامل لأنه دافع بشراسة وانتقد بالماضي في هذا الخيار لكن ربما الانتقادات يعني تمادات بعد التعادل أمام بوركينا فاسو بمجرد أول فوبا تاع المنتخب الوطني الكل انتقد النخب الوطني صحيح. كان مبالغ فيه هذا الأمر صحيح ماك ربما أنت تعتقد أنه مبالغ فيه ولكن قبل في الكواليس كنت نتحدث أنا وسامي كنا نتحدث عن أمثلة كثيرة وليس فقط بالماضي يعني أي مدرب حتى المدربين السابقين اللي فاتوا على الجزائر أو مثل ما قال لي مقبلة يعني شحاتة يعني فعلا شحاتة كانت تحدث عليها يعني تقدم نتائج مبهرة ويعني تتحدث عليك كل العالم خولة 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 أول ما ينتقل الألم المنطق المدرب في العالم أي مدرب مرتبط بالنتائج اليوم المدرب هاو يدير في نتائج
الناس قاع تهلل، الناس قاع مازال احنا مازلنا نتفكروا ربح سعدان، مازلنا نتفكروا في 2009 تأهل تاريخي امام واسمه مصر في 2013 ولا 2014 مع واسمه فايد، كيفاش الناس واسمه خرجت، ولكن في يعني من بعد يدير ان بتي فو با الناس كامل احنا حتى خاصة مع بالماضي لانه ربما عنده حساسية كبيرة مع الاعلاميين وبين قوسين وبعض اللاعبين السابقين، يعني راهم يسالوها له كما نقولوا احنا بالدرجة ينتظروا في اول عطرة. انا نقول لك بلي الامر ما راهش يكون طيب نهائيا يعني ولكن كاين ناس راهم ينتظروا في عثره بالماضي حتى يتاقوا اليوم انا نقول لك حاجه، مدربين داو كاس العالم ماشي داو كاس افريقيا، نحكوا مدربين كبار داو كاس العالم ومن بعد ديشان على سبيل المثال ديشان بزاف انتقدوهم، الانتقاد هذا من خدمه صحفي حتى شحاته دا ثلاث كؤوس افريقيه متتاليه ما رحلوش يعني وبلاعبين خريجي مدرسة المدرسة المصرية المحلية منتخب ألمانيا أيضا لوف داكاس عالم داكاس عالم مع المنتخب الألماني في 2014 حتى سعدان الجزائري يعني أهلنا مرتين المونديال. لا شوفي شوفي الصحافة الصحافة احنا متعرف عليها هاي كما يقولوا اسمه من زمان. هل بالماضي ما يتقبلش الانتقاد؟ هو الكاركتير لا يتقبل بالماضي لا يتقبل الانتقادات. كيفاش ما يتقبلش؟ ما يتقبلش انتقادات. أنا نقول لك حاجة، أنا المعلومات اللي عندي انه يقرا كامل الصحافه وعنده كاع المعلومات عنده كاع الجزئيات، كاين بعض الجزئيات ينجم واسمو ياخذها بصح لما نجي انا مدرب ندوه صحفيه حتى طريقه السؤال ونوعيه السؤال نوعيه سؤال بعض انا اسمحوا لي بعض الزملاء نوعيه الاسئله اسمحي لي ضعيفه وضعيفه جدا مش احنا في ندوه صح احنا في ندوه صحفيه تاع مدرب تاع مدرب تاع المنتخب الوطني واش يقدم واش من المعلومات اللي مدها اليوم تحبي تمدي سؤال منا ولا منا ديري حوار معاه والله يسهل بصح انك في ندوه صحفيه احنا واش تهمنا اخبار تاع المنتخب الوطني لما يجي واحد مثلا يجي نقولوا على طريقه لعب ولا مستحيل مدرب يمد لك طريقه لعب بالحال الحاله راهي اصبحت شعبويه خوله هل سامي اون كوز يعني انا نقول لك حاجه باش نسمعوا الجميع نسمعوا عادل هل سامي اون كوز يعني مستوى الاسئله تاع الصحفيين الجزائريين في الندوات الصحفيه طبيعة الحال احنا انا نتكلم على نفسي نهار كي كنت في بداية المشوار تاعي لما تكون عندي يعني مهمة تاع تغطية ندوة صحفية ونكون امام ارمادة من الصحفيين يعني اللي عندهم خبرة كبيرة نقعد من بوزيش لا كيستيون نقعد نسمع نقعد نرفد نسقسي ما فيهاش عيب انك تسقسي ما فيهاش بالعقل من هارت اللي تكسب هذيك الخبرة شوية وتكون عندك المعارف هذه ما فيها والو يعني الصحفي يحضر ما فيها والو يدخل دوكا علاش قلت لك العالم دوكا ولا قرية صغيرة يعني دوكا كلش كاين في الانترنت تدخل تجبد الارشيف قال هذا اللاعب ستاتيستيك حتى بالارقام قال هذا اللاعب فلان شحال لعب هذا المنافس تاعك ها وشحال لعب ها وين دار الفوبا وشنو هي نقاط القوة تاعو يعني يكون عندك رصيد معلوماتي لما تروح انت يا كي تبوزي لا كيسيون تروح ندوة صحفية عندك لارغيمون باش تدافع على السؤال تاعك وعلى النظرة تاعك وايضا ما تحطش روحك في مواقف حرجة في البلدان اللي عندهم تقاليد يعني في كرة القدم مواقف حرجة شينا بورت لوكي اللي يروح ندوة صحفية تاع لكن اسمحوا لي برك نقول يعني احنا رانا الله غالب يعني احنا يا رانا دولة إفريقية ورانا في دولة يعني تنتمي العالم الثالث للأسف شديد كما يقولوا راه كلش باناليزي يعني تميعت سواء تروح لمجال الصحافة راه مميع تروح لمجال التعليم تروح لمجال الرياضة يعني لكن هذا في بلدان يعني اللي عندهم تقاليد في كرة القدم يعني ما قعدتش فيها غير أن الصحفيين للدول الصحفية دقيقة شوف يعني هي منطقيا هي منطقيا في القنوات ولا واسمه في الجرائد منطقيا الندوة الصحفية تاع المنتخب الوطني يروح صحفي عنده تجربة لأنك أنت راح تقدم يعني مادة ديكاسيون ولا مادة إعلامية ولا اليوم أنت تلقى واحد عنده 15 يوم مسموح في الصحافة يروح يحضر مع المنتخب الوطني هبط تخدم انت لازم تبدا تخدم ويقول لك واسمه عادل ويقول لك تخدم ياسين ولكن هذا الامر اللي تحدث عليه ماشي دائما انا نظن انه بالماضي عنده العقليه لما يجي الندوه الصحفيه ولا يقابل الاعلام الجزائري يجي بعقليه انه الاعلام هذا اعدائه يعني انا من هذا المنبر نقول له انه الاعلام مش اعدائك على العكس احنا فقط نقوم بدورنا كصحفيين ننتقد لما يجب الانتقاد ونشكر ونمدح لما يكون نتائج طيبه بالماضي اسمح لي عادل استاذ ياسين كان حضر عندما توج بالماضي في 2010 بكره ذهبيه هل كان عنده نفس 2001 عفوا كان عنده يعني نفس لو تومبيرامون تاعو شوف لما جاء المنتخب واسمه جمال بالماضي
ما جاش كان يلعب في نادي كان في مارسيليا ثانية. جا هو يلعب في مارسيليا نعم. انا نهضروا على احد احسن الانديه صح جاء للمنتخب الوطني هو من اللاعبين اللي اختاروا المنتخب واسمه اسمه الجزائري عملنا معه تصريح ما كانش هكذا لا ما كانش هكذا مقارنه اليوم لما تجي طبيعه السؤال انا اليوم لما تجي ندوه صحفيه انت تطرح له سؤال منطقي يجاوبك ولكن لما تطرح له سؤال حتى هو يشوفه كاين بعض الاسئله طرحت عليه من اللي جاء غير مهمه اسمح لي نعم نسمع الان لما قاله مدرب نيس فرنسي كريستوف كالتيه اللي رد بقوه والاخر على جمال بلماضي في ندوه صحفيه Il y a un échange entre le sélectionneur et le joueur. Après, il faut toujours se poser la question pourquoi le joueur ne veut pas aller en sélection. J'ai connu ça à Saint-Étienne. J'ai connu ça à Lille. Après, il y a un échange sélectionneur-joueur. Mais mettre la responsabilité sur le club, éventuellement sur l'entraîneur, éventuellement sur l'environnement de l'entraîneur, c'est très malhonnête. Très malsain. Et c'est très dangereux de dire que l'OGC Nice ne veut pas envoyer ses joueurs à la CAN ou avec les sélections africaines. استمعنا لما قاله كريستوف غالتي وقال سي مالونات يعني بارابور واش قال الناخب الوطني اللي حمل المسؤوليه لنادي نيس الفرنسي في عدم السماح لدولور للالتحاق بالمنتخب الوطني علاش هاد لاشارنمون كونتر بالماضي نبدا معك خويا يعني تهجم يعني. تهجموا عليه صراحه تهجموا عليه وضامنوا يعني بزاف الاعلام الفرنسي ضامن مع ديلور ربما لانه ديلور ينتمي الى نادي فرنسي لا اقل ولا اكثر انا هذا نعم شوف انا نظن نادي نيس خايف من عقوبات الفيفا لانك لما ما تخليش لاعب باش يروح لكاس افريقيا ولا لكاس العالم ولا عندك القوانين انا ما خلاهاش هما رسميه ثاني كما قال لك صح ما يديرها ما راحش ما تسناوش يعني هاد السداجه يعني راح يديروا وزيد الحاجه انه جمال بالماضي قال باللي اسلام سليماني تلقى نفس العرض وقال لهم انا ما نجيش انا نرفض واليوم ننساو حاجه واحده نادي نيس الفرنسي عنده نظن اربعه لاعبين رايحين يشاركوا في كاس معنيين بكاس افريقيا انا نظن اليوم واسمو نادي نيس هو يدافع واسمو على المصلحه تاعو وجمال بالماضي يدافع واسمو على المنتخب انا نظن انا نظن حتى اليوم واسمو كي تهجم عليه اليوم جمال بالماضي هو يخمم كيفاش يدي المنتخب هذا الكاس افريقيا بكامل اللاعبين اللي عنده اليوم انا نقول لك حاجه اليوم انا نظن باللي نادي نيس خايفين من الاتحاد الدولي لكره القدم لاني نستمع الثاني تاع بالماضي من اللي لك خوله فقط هذه النقطه ما كانش بند او حتى عقد يقول باللي يعني امضى ديلور على هذه النقطه باش تكون عقوبه من الاتحاد فن الامر هذا نادي نيس الاداره تاعو ولكن المكالمه الهاتفيه اللي كانت بين ديلور وجمال بالماضي هذا هو وصف الحوته المكالمه الهاتفيه لا تعتبر دليل لا 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 خوله لا 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 لا, 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 لا لما لعب علاش ما حبش يجي ديرو اسمه المنتخب علاش ما حبش يجي لانه قبل لا كونفيونس في نحبش اليوم احنا رانا دايرين هذه الحكايه كاع على ديرو ما حبش يجي المنتخب ما تجيش المنتخب ولكن ما تقولش انا نجي هو فقط مصلحته الشخصيه على مصلحه المنتخب الله يسهل عنده الحق واسمه جمال بالماضي يقول لك انا نروح لكاس افريقيا نروح باللاعبين في النيجر واسمه ب 40 درجه باش تجي انت تلعب كاس وعلى سبيل الذكر هذا التصريح بالماضي قاله في اذاعه ان ام سي لنستمع لما قاله وقال بانه لن يعود ديلور الى المنتخب الوطني Grosse blague de l'année, ça. Ça, il faut pas passer à côté de, faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là, vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou de le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. C'est, il y a qu'est-ce qui se passe dans un an? Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pendant toute l'Afrique, pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas, hein, qui pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite comme petite mariée comme ça là et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Ouais. Ça faut la faire. Donc, ça veut dire ça c'est doublement nous manquer de إذن بالماضي يشبه ديلور بالعروسة عادل
ما رايك؟ عروسه صغيره قص كما يقولوا ارض جو بحر يعني قص ثلاثي هذا يعني وقال يعني استعمل كلمه قال لك قل هذا يعني قله الاحترام للمنتخب وللجزائر في ساحه التعبير لانك انت لاعب يعني دائما المنتخب فوق كل اعتبار يعني وشفنا دلائل ادله عديده يعني سابقه وين اللاعبين يعني ضحى وكاين اللي ضحى يعني على جال على جال المنتخب الوطني ضحى بالمسيره تاعو الكرويه على جال بالباي كما بالباي فوالا ايضا يعني لاعبين اللي ضحوا على جال هذه باش تجي انت وقالها الميساج هذا تاع جمال بالماضي يعني كان قالوا قال لك اللي المنتخب هذا يعني يحمل الوانه اللي يكون عنده رغبه وشاد فيه كما كان هذاك لاطاشمو هذاك للبلد اظن انه الشيء راه واضح دي اون دي دور ما راهش متعلق بزاف بالجزائر اكثر من متعلق بالمسيره فيما يخص المنتخب الوطني دائما هل النجاح ديالو يعني مع الخضر خلق له اعداء يعني ما رايك نجاحهم شوف يعني هذه بصفه عامه اي واحد ناجح يكون عنده أعداء يعني هذه حاجه واضحه اكيد انه النجاح تاعه يعني بين قوسين الصرامه تاعه مع الرياضيين تاعه مع اللاعبين تاعه هذاك الشيء اللي خلى ربما النتائج تكون يعني في المستوى انا ما نظنش انه لو لم تكن الصرامه والمساواه ما بين كل الرياضيين كل الرياضيين وانا نشاط الراي ياسين لما قال انه رساله موجهه الى كل المنتخب الوطني يعني الى تحب تضحي من اجل المنتخب الوطني مرحبا بك ما تضحيش ما تجيش اعطيني دقيقه حتى ولو كان قاسي ربما كان قاسي ربما بوصف دولور بالعروسه الصغيره شوف اليوم انا نظن لما نشوفوا مثلا في بايرن واسمه ميونخ جابوا مدرب في عمره 34 سنه يعني اغلب المدربين اليوم في العالم راهم اقل من 45 سنه علاه لانه لازم العقليه تاع المدرب لازم تتوافق مع العقليه تاع اللاعبين انترنت انستغرام لازم هو يكون يعرف كلش اليوم انا نظن باللي العقليه تاع جمال بالماضي والعقليه تاع اللاعبين تاعنا راهي كيف من جهه ثانيه هما عايشين في نفس البيئه اغلب اللاعبين تاعنا جايين من هي عايشين واش في نفس البيئه واسمو ثلاثه اللاعبين تقبلوا المدرب ايلون كيما يقولوا بالقويه ايلون ادوبتيو خلاص اليوم تاع على بالهم باللي بناو الخطاب ديالو تبناو الخطاب تاعو اليوم على بالهم باللي ما يحقر حتى واحد صح. اللي يكون مليح هو اللي يلعب فعلا. اليوم كسوا بالناصر ولا رياض محرز ولا بالعمري ولا اي لاعب على باله باللي كاين لا كونكورونس اليوم وانا نقول لك حاجه كره القدم ما تستناش اليوم انت راك تيتولير انت بالعمري ولا حليش ولا اي لاعب واحد اخر تنافس ما بين الرياضيين هذا الشيء اللي العكس ايجابي عندهم بعدا شونس ايغال خويا ما كانش واحد افضل من الاخر قالها واسمو ايطول كاميروني قال لك كره القدم ما تستناش كره القدم اليوم انت تلعب مليح يجي واحد صغير اليوم 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 كاين ثاني رساله لازم واسمو كاين اليوم ما جبناش ديلور في عمره 30 سنه من مواليد 1991 ما جبناه جبنا عمور فعلا عمور جبنا عمور صغيرها وجاي اليوم انا راني نوجه واسمو رساله انتم اللي بديتوا تكبروا ما تنساوش حاجه كاين لا ريليف هاي جايه من الوراء جيل جديد راه صاعد فعلا ومن بين اللي تعاطفوا مع جمال بالماضي هو نيكولا انيكا اللي كان خدم في الجزائر مع نادي نصر حسين داي كمانجر ولو انه التجربه تاعو ما كانتش طويله لنستمع لما قاله انيكا فيما يخص قضيه ديلور والنخب الوطني بالماضي جمال اللي Il est vrai, il est sincère, il est dur aussi et il est franc, tu vois. Mais il a un vrai caractère et par rapport à la situation, ouais, je comprends le jugement du sélectionneur, tu vois. Après, pour le joueur en lui-même, quand il fait ce genre de déclaration, il faut qu'il accepte les conséquences. Ouais, avec les conséquences pour sa nation, c'est sûr que déjà avec Jamel, c'est mort. Mais en plus de ça, avec le peuple algérien, c'est aussi mort. Ouais, tu ne peux pas revenir au bout d'un an. Et quand tu connais en plus le peuple algérien, ouais. C'est sûr qu'ils vont lui mettre des barres de fer quand s'ils le voient. Donc. شيء منطقي ما قاله أنيكا يعني علاقة الشعب الجزائري مع ديلور انقطعت وكان عليه تحمل مسؤولية قراره والمتعلق بتعليق مشواره مع المنتخب الوطني نبقى دائما مع قضية المنتخب الوطني الآن مع مدرب نادي ليون اللي تحدث على إسلام سليماني وقال بأنه عاد من المنتخب الوطني مصاب وهو غير جاهز لمباراة البطولة حتى بن سبعيني استمع ما قاله مدرب نادي ليون porte Slimani qui était blessé avant la trêve, il a joué avec l'Algérie, est-ce qu'il est revenu en forme, est-ce qu'il peut jouer éventuellement dimanche? Il ne peut pas jouer, il est blessé encore une fois à l'Algérie.
porte Slimani, qui était blessé avant la trêve. Il a joué avec l'Algérie. Est-ce qu'il est revenu en forme? Est-ce qu'il peut jouer éventuellement dimanche? Il ne peut pas jouer. Il est blessé encore une fois à l'Algérie. الجميع يفتح سهامه على المنتخب الوطني نسألوا عادل لماذا كل هذا التهجم طبيعة الحال لا هي ما نشوفوهاش يعني تهجم يعني نشوف لما نشوفوا كانت في سنوات هذه اللي فاتت يعني كانت احتجاجات من طرف النوادي الاوروبيه حول تنظيم نهائيات كاس امم افريقيا يعني في لابيريود تاع جانفي حتى الفيفري علاش لان كل النوادي الاوروبيه يعني عندها لاعبين ينتمون للقاره السمراء وبدرجه اقل يعني بطولات من البلدان الاخرى لهذا يعني دائما تلقى النوادي سواء لي بريزيدونت كلوب ولا حتى المدربين دائما كيكو سونت يعني كاينه اون بريسيون يديروها يعني كل ما تجيهم لوكازيون يعاودوا يطرحوا لهذا النقاش هذا لكنه بطريقه غير مباشره يحمل المسؤوليه للطاقم الفني تاع المنتخب الوطني للاعب سليماني الوغ كو راهو بليسي شوف القوانين ولكن احنا كي شفنا يعني المردود نتاع سليماني يعني ثنائيه ما تروحش من الناحيه التقنيه روحي من الناحيه القانونيه القانون يقول لك باللي اللاعبين كي تجيهم موسم لا كونفوكاسيون يجو اذا كان بليسي انا ما نلعبوش كيما بالعملي وبن سبعيني الى جاء ان جوار كيما سليماني بليسي وبرع ولعب ينجم يلعب انت القانون واسمه راك محمي اليوم جاء لعب واسمه تبليسه جاء لعب تبليسه صابي ارفي نيمبورت كيل جوار ديجا جاب بليسي دواوه ولعب لا اليوم انا نقول لك حاجه اليوم انا كي تقول لي مثلا بام يهضروا علينا واسمه لي فرونسي منا ما تنساش حاجه واحده اليوم حنا المنتخب تاعنا بطل افريقيا عارف تحط مليح في بالك باللي الناس كاع تحط عليهم تحط عليك ليكيب عباط يعني ليكيب عباط هذا من جهه ثانيه اليوم خليك من الانديه واسمه الفرنسي حتى في القاره تاعنا كامل يتمناو لك باش تخسر اليوم بالك احنا دينا كاس افريقيا اليوم الناس كامل تولي تعسك وانا نشوفوا يعني واش يحدث مع المنتخب المغربي ويقول لك بون بعض الناس يقول لك باللي المغرب راه دير لنا واسمه في مشاكل بعض المنتخبات واسمه الافريقيه من جهه ثانيه اليوم حنايا لازم نقولوا للمعالي وزير الشباب والرياضه واللي تمكنوا باش ينقلوا اللقاء من المغرب الى جيبوتي لازم حيوهم نفهم ونفدوا اسم القبعه شوف اليوم انا قلت لك حاجه باش تدي كاس افريقيا ولا تحقق واسمه النتائج كاين الميدان وكاين الكواليس جاب لي ربي كنا راقدين ورانا بدينا نفطنوا الحوار شيق مع زملاء صحفيين وفيما يخص الناخب الوطني رانا معاه ظالم او مظلوم ما نفسك سعادل نتوقف نتوقف عند فصل اشهاري قصير مشاهدينا برنامجكم الرياضي متواصل لكن بعد الاشهار مشاهدينا مرحبا بكم مجددا عودة إلى بلاطو برنامجكم الرياضي نمر إلى موضوع آخر يخص الخرجة الأخيرة لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق الذي شدد اللهجة مع المدراء الولائيين لوزارة الشباب والرياضة على مستوى الولايات أيضا وحتى هم على النهوض بالرياضة الجزائرية وخدمة الحركة الرياضية الجزائرية لنستمع لما قاله معالي الوزير للأسف الشديد ربما بلغني أنه كاين بعض الجهات التي تسعى إلى تكسير هذا التوجه هذا كاين بعض الجهات اللي راهي تعمل في الخفاء من أجل حث بعض الاتحاديات من أجل حتى الاتصال مع بعض لي دي جي اس يعني من أجل أنه نديروا سياسة الأرض المحروقة نقدر نختلف انا وياك نقدر يعني نوصلوا لاي شيء في الصراع ما بين الاشخاص حتى ولو يكون صراع يعني اداري صح ما تقدرش تكون على حساب مصلحه الجزائر ويخدم جهات اخرى تتربص بنا يعني كاين الناس اللي راهي عندها مشاريع اللي ربما راهي تاثر وتعطل إذا تابعنا تصريح وزير الشباب والرياضة بالمناسبة مع لقائه أمس مع مدراء الولائيين لوزارة الشباب والرياضة
كان هذا في مركز تدريب المنتخبات الوطنية بسويدانية. بدأوا معك عادل، هل تشاطر رأي سيد الوزير خاصة أنه ما بقعدش أمامنا كثير على ألعاب البحر البيض المتوسط، يجب ندخل في سباق مع الزمن لتجهيز الرياضيين وتجهيز المنشآت أيضا؟ شوف الله غير للأسف الشديد كتسمع هذا الكلام هذا مليح الخطاب الرنان هذه، لكن هل نعود نرجع لك أنا سؤال، يعني هل هذا هو الخطاب الأول من نوع اللي نسمعوه من عند مسؤول على مستوى الوزارة؟ يا ما سمعنا هذه الخطابات هذه وشدد على ضرورة إنجاز المشروع الفلاني في تال دات وروح زيد هدد ولا مد إنذار للمسؤول الفلاني. هذه الخطابات هذه كلها تعودنا عليها، خلاص هذه الأسطوانة كما يقول لك أكل عنها الظهر وشارب. حنا دوكا لازم قرارات فعلية، يعني حاجة اللي تخلي الصح عجلة يعني تطوير الرياضة وتجهيز المنشآت الرياضية تكون على أرض الواقع. إحنا رانا على أبواب الألعاب حدث رياضي كبير للأسف شديد، المنشآت ما زالها متأخرة، الرياضيين عندهم تأخر رهيب في التحضيرات، الاتحادات راهم يستناو في لاسيفونسيون اللي نورمالمون تدخل في شهر مارس الفارط. دوك انت راك جيت وزير يا خويا تاسومي الباسيف والاكتيف، ما تقوليش انا لا سياسه الارض المحروقه لا سابوتاج لا هذه، انت قبلت هذه المهمة تحمل المسؤوليه. نزيد نعاود نولي اللي تكلمت عليها من سابق كما القضيه تاع العشب الطبيعي، نعم. يعني اشاك فوا يعني جي مسؤول يتهرب من المسؤوليه ويقول لك حنا عندنا القاول الحل، حنا دوك نعم. لازم الحل، اعطونا حلول فعليه تجسد على ارض الواقع لانهاء هذا المشكل وتعاودوا يسرى كما يقول لك. حبيت برك نعقب على مشكل العشب لانه عندي معلومه، العشب ربما الناس شافوا فيه الرمل، حتى انه اللاعبين تحدثوا عن الرمل. الرمل منين جاء؟ الرمل لانه اعاده عمليه يعني تهيئه العشب، لانه زرعوه وما نجحش، ما نجح لهمش يعني في الفتره اللي كان محدد فيها، لما ما نجحش عاودوا غرسوه. يعني احنا هما كيفاش يديروا البذره هذه كيفرشوا فوقها الرمل، بعدها يطلع الحشيش والرمل يهبط لتحتها، هكذا يتم يعني عملية تهيئة العشب. ولكن في هذه المرة لأنه كان واحد البكتيريا يعني دي شامبينيون في كل مرة ما نجح لهمش. ما في سان جوية كانت الدودة ودوكا شامبينيون وبالك الماتش الجاي وشنو ثاني؟ فقط عادل حبيت نقول أنه 10 أيام قبل المنافسة قبل المباراة تم إعادة زرع العشب مرة ثانية في بعض المناطق وليس في الملعب. خولة تكلمنا كثير على العشب، لا أبرر. خولة تكلمنا كثير على العشب ونسينا مشاكل أخرى يعني منها رياضيين اللي راهم بدون تحضير. انتقدنا غياب التحضير يعني قبل الألعاب الأولمبية، لكن الان مازال ما وفرنا لهمش الامكانيات للتحضير لالعاب البحر البيض المتوسط. منطقيا زياره الوزير الاول الى وهران، نعم. هي رساله يقول لك باللي لازم الجزائر تكون واجده لجور جي جوان 2022، لازم يكونوا واسمو واجدين. نعم. اخذت حصه الاسد يعني، والمشكل هو الان كيف نحرز ميداليات، يعني كيف ننافس المستوى العالي، كيف الرياضيين تاعنا نحطوهم في انا نقول لك حاجه، ما كاش تحضر ما كاش ميداليات في 2016 لما جينا ريو دي جانيرو، نسمع المسؤولين وزير الشباب والرياضه هذاك الوقت رئيس اللجنه الاولمبيه يقول لك اليوم نبداو التحضير، صح. في 2020 جينا من الالعاب الاولمبيه شحال دينا من ميداليه؟ صفر. شحال دينا؟ اليوم انا قلت لك احنا ما عندناش التخطيط، لكن كنا نظن انه الامور الان تم تداركها وفتحنا صفحه جديده. نهرب لك على السؤال. المنتخب الالماني لكره القدم من 1910 الى 2021 شحال من مدرب؟ 11 مدرب في 110 سنوات. سونديس الناس يخمموا. معليش ما كانش هناك تخطيط على المدى البعيد، نبقاو مع نتائج تاع الرياضيين. وخير دليل انه الرياضه تعاني خاصه على مستوى الاتحاديات والرياضيين ما حدث مع الاتحاديه تاع السباحه اللي راحت. ليس فقط اتحاد السباحه، خلينا نسمعوا السباحه. حاب يقول لك اقترضوا المال باش راحوا شاركوا، مش علي خليه هو يقولنا وبعد نشوفوا. صحيح ما تقدرش تجيب تسلف دراهم من الاتحاديه للاتحاد، ما هو هذا هو الموضوع. لكن احنا رانا نحيوا يعني نتائج اللي حققتها السباحه الجزائريه رغم يعني غياب الامكانيات
الامكانيات وعندنا الصور تاع الرياضيين اللي اعتلوا البوديوم وحرزوا ميداليات. الاولى كانت ذهبيه بالموازاه مع البطوله الافريقيه اللي جرت باكرا بغانا. امل مليح ايضا احرزت برونزيه في سباق ال100 متر فراشا, وايضا كانت هناك بدايه موفقه باربع ميداليات في اليوم الاول. ميدالية فضية أحرزها أيضا عبد الله عرجون, وجواد سيود أحرز ميدالية برونزية, وحرزنا أيضا ميدالية ذهبية التي كانت من نصيب جواد في السباحة. يعني نتائج باهرة. قبل ما نروح لك للنتائج أريد فقط أن أعقب على في وقت هذا يعني الاتحادية تعاني, يعني ما كانش سوبونسيون, ما كانش إعانة مالية, ما كانش لا أنا نقول لك حاجة, نعاود نرجع فقط لتصريحات الوزير. الوزير في التصريح تاعو قال كلمة, قال أنه الشعب كره الكلام, كره الوعود, كره الحديث, يريد ديزاكت. أنا هاد النقطة, هاد الكلام اللي قاله هو نعاود نوجهه ليه, لأنه صح الشعب الجزائري وكل عشاق الرياضة كرهوا فقط الوعود كما كان يقول ياسين أنه في 2016 قالوا إحنا بدأوا الخدمة. أنا أقول لك حاجة, اليوم أنا 8 شهور قبل بطولة, قبل ألعاب البحر الأبيض متوسط, رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة, قال تحضير, قال الاستعانة بالكفاءات الدولية. لا يوجد استعانة بالكفاءات. لا يوجد مدربين تم استقدامهم. اليوم الاتحاديات مفلسة. هل عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات؟ عقد مع بعض الرؤساء اللي شاركوا في الأولمبية. لازم يكون قال الاتحادات لأنهم الفاعلين. يعني السوبونسيون راح تروح لاتحادية كرة القدم, يعني الاتحاديات الأخرى محقورة عادل. شوف الان المرض ما راحش, الفساد ما راحش غير في كره القدم, الفساد اراه في جميع الرياضات. وقلت لك انايا باللي المرض لازم يبدا نعالجوا المرض هذا في مبنى الوزاره. كان اطارات هي اللي اسباب الفساد الرياضي, هي اللي راهي تنظيف شامل مؤخرا, هي اللي راهي مساهمه. نقول لك كيفاش راهي مساهمه, راهي مساهمه هي اللي كانت تعين وتختار رؤساء الاتحاديات. الطبخات تقام قبل انعقاد الجمعيه العامه. دير في بالك باللي دوسي صورتي تاع اتحاديه باش يخرج لو كان ما تكونش هادوما الاطارات عندهم فايده مع 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 الخرجه هذيك, ما يكونش عندهم فايده. اون بورسونتاج, والله يدو بورسونتاج, والله ما يسيني لك توسيت صورتي, والله ما تخرج يدي لك عراقيل. على الوزير هذا الميساج للوزير, البيروقراطيه راهي في مبنى الوزاره, عليك تحارب قبل البيروقراطيه اللي راهي في مبنى وزاره الشباب والرياضه قبل المرور الى المرحله القادمه. قبل ما نولي لك السيد معلومين, نشوفوا تصريح الوزير الجزء الثاني دائما في الندوه الصحفيه اللي جرت امس بمركز تحضير النخبه الوطنيه. انا محتاج الى مناضلين, نحتاج الى الناس منخرطه عند عقيده مامنه بالشيء هذا اللي رانا فيه. اللي مش مامن بالشيء هذا معنى ذلك باللي حتى عند ربي يتحاسبوا يا صاحبي. طب انت كيفاش تعود موجود على مستوى محلي؟ وكل انا كانوا جاوني بعض النواب كي نعطيه الارقام على واش موجود هياكل في ولايته ما يمنش. كيفاش نتوما بعض الولايات مئات الهياكل الموجوده في بعض الولايات, مسابح جواريه, هياكل يعني ملاعب جواريه, دي صال اومني سبور, يعني دي ميزون جون, دي زوبرج. وكان نقول لكم عطولي لو طو دوكيباسيون يعني نتاع استغلال هذه الهياكل. انا نتحداكم اذا لحقنا ال 20% رانا ملاح. نقطة مهمة تحدث عنها الوزير وهي نسبة استغلال الملاعب والمنشآت الرياضية في الجزائر, لكن هل هو فعلا يعني الموضوع, يعني هل استغلال هذه المنشآت سيسمح لنا يعني بمنافسة المستوى العالي, يعني تجي بلدان متطورة تجي الجزائر لمنافسة الرياضية؟ معالي وزير الشباب والرياضة يهضر على سبور دو ماس, لعبوا ديروا الكواطي وديروا جيد. لكن النخبة هي الأهم, النخبة لما نهضروا على النخبة. اليوم قلنا شحال, قلنا أقل من سنة على ألعاب البحر الأبيض المتوسط, قلنا أقل من 3 سنوات على الألعاب الأولمبية القادمة بفرنسا. هيدا صح. اسكو اليوم احنا رانا بدينا نوجدوا, احنا مازال اليوم مازال مع وزير الشباب والرياضة نديروا. لا
انا نقول لك غادي الفو باسي ديريكتومون لاكت لازم تروح لاكت. اليوم ديجا دي تبهدله تاع الالعاب الاولمبيه مدينا حتى ميداليه زيد لكن الامكانيات ما كانتش هو تحدث عليها في اللقاء تاعو الاخير ولكن ما داروش ديزاكسيون ما داروا حتى حاجه. اليوم الرياضيين ذوي المستوى العالي كلهم راهم موجودين هنا في الجزائر وما راهمش يدربوا خوله ولا تربص ولا تدريب ما راهمش يدربوا راهم ماشيين ولا استراتيجيه هذا كاين ما عندهمش مدرب كاين اللي راهم بلا مدرب غير معقول ما نقدرش نستنى نطالب انا من اي حاجه تجيب لي توفيق مخلوفي ما انا 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 ما عنديش لي ديتاي مي جو بون لو كاب دو توفيق مخلوفي توفيق مخلوفي اون 2016 يجيب دو ميداي اوكي في 2020 ما بارتيسيبيش دونك يقول انا بليسي ماشي بليسي هذاك هو اسمه حاجه اخرى. انا جو كونسيدير بلي لو كان عطاو له لي مويان وعندو الناس اللي تحاسب لا خلي الخي استنى يا استاذ ما نوافقش الراي ربما دي حاله خاصه لما نحكي على توفيق مخلوفي انا كل امكاني لا انا لما نحكي هو حاله خاصه توفيق لا انا لليوم كصحفي مازال ما عنديش لي ديتاي على توفيق مخلوفي ما بارتيسيباش. تقولي لي عطاو له الدراهم ما عطاولوش على باليش عطاو له دراهم عطاو له تاع المستوى العالي توفيق مخلوفي شخصيا وانا ليا في تصريح ليا مباشره قال لي عندي كل الامكانيات وما عندي حتى مشكل بالنسبه للامكانيات في اخر لقاء المجموعه يقال انه الاصابه هي كانت العائق الوحيد وراح حضر يعني في اعلى مستوى راح لجنوب افريقيا واجرى تربوسات انا الحق الوقت يعني نمدوا الامكانيات ونهتموا بالفئه الشبانيه اللي راهي صاعده اللي عندهم امكانيات البروز يعني في الالعاب الاولمبيه 2024 بصفه علينا اليوم انا نقول لك حاجه اليوم حنا رانا طار الناس بداو لي بريباراسيون الناس بدات بريباري الناس لي بريباراسيون بور لي جوز اولمبيك ولا الناس بدات توجد حنا مازال هذه مديريه الشباب والرياضه وشحال عندنا الملاعب شحال عندنا مازلنا نضربوا علاش بالطبيعي تاع بليده تقول لي انت راح تدي ميداي في 2024 حنا ما قدرنا نديروا خطه تاع على المدى القريب لا على المدى البعيد ما كاش تخطيط كاع لكن المشكل اكثر من كل هذا هو سحب شرف تنظيم كاس العالم للمبارزه من الجزائر ومدوها لجيورجي. الجزائر كانت تحتضن هذا الحدث العالمي عندنا الصور تاع لا كوب دي موند اللي دارتها الاتحاديه الجزائريه للمبارزه في حرشه حسن نعم كان حدث رياضي كبير عالمي بحضور العاب حضروا ابطال رياضيين دوليين جو الجزائر كانت فرصه يعني الاحتكاك مع رياضيين تاعنا مع المستوى العالي فرصه للمدربين فرصه ايضا للصحفيين كانت عندهم مادة دسمة خولة للعمل لماذا يحرمون يعني من هذا هي المنافسه الوحيده العالميه اللي تنظمها الجزائر مؤخرا في السنوات الاخيره 7 طبعات اعتقد وحتى انه المنافسه نقاطها يعني مؤهله للالعاب الاولمبيه يعني حتى مفيده جدا حتى انه عندنا رياضي بنابي اللي هو في الصابغه راهو رياضي اولمبي يعني نتمنوا انه يكون عندنا كذلك طبعا. لكن تحدثوا على الذكور لانه البطوله اللي سحبت تاع ذكور للاسف انه عندنا بطوله عالميه واحده في الجزائر ويتم سحبها منا بسبب انه الاتحاديه ما رجعتش الاتحاد الفيدرالي الكونفدرالي في الاتحاد الدولي بالتاكيد لانه وزاره الشباب والرياضه ما عطات لهمش الموافقه لم تعطي الضوء الاخضر يعني صح يعني بقات في كل مره معطل اوكي هاد السمانه نريبونديو هاد هذه اللي تكلمت عليها هل الوقت هو اللي راح يعطينا يعني اجابات نودوني ريزون ولا لا الوقت مش في صالح الرياضه يا للنتائج للنتائج ما الوقت ما والو هاو باين العام باين مخيفو هو ما كاش توجد ما كاش هناك تربوصات يعني في ما كاش لا تربوصات ما كاش امكانيات ما كاش الاخر ما تنجمش انا نقول لك حاجه لو نيفو لازم لا بريباراسيون ما تنجمش انت اليوم تجي وتكون راقد وغدوه وتقول ما كاش لاتليت دو نيفو لازم له المويا تحضير لازم يعني عهده كامله تحضير ما يحدثش دون توقف نعم نمر لموضوع اخر ويخص المشاركه الجزائريه في مختلف المنافسات الافريقيه شباب الوزداد وصفاق ستيف و ايضا شبيبه القبائل لكن بعد الجنكل بدنا بالبطوله نبدأ مع شباب الوزداد الذي سيكون على موعد غدا مع مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري مباراة بذكريات قديمة سيخوضها أبناء بلكور الذين يعولون على الدخول في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا كافة المباراة يا سلمان واش تقصد بذكريات قديمة يا سفيان ربما مباراة أسيك ميموزا اللي مازالها في الأذهان يعني
شوف يا هذيك نظن في 2001 مع بن زكري. نعم. مع بن زكري كانت هزيمه ثقيله. نعم. كانت هزيمه ثقيله. هذاك الاسبوع انا كنت في لاكوت ديفوار وانا كنت مع شبيبه القبائل، ولما رحنا للملعب كانوا ما نحاوش هذيك كما يقولوا اسمه اليفطه تاع اسمه سبعه. انا نقول لك حاجه، تلعب في كوت ديفوار بون ستاد عندهم لي موايا الى اخره، ولكن الضغط تاعهم انا نقول لك واعيين. شوف عندهم، شوف عندهم ضغط وضغط واسمه رهيب. اليوم هذا نقول لك الدور الثاني الى ما تاهلتش في الدور الثاني، انت اليوم واسمه بالوزداد يعني في النسخه واسمه تلي مضات كنت من بين احسن الانديه الثمانيه نظن واسمه في افريقيا. نظن انا نظن عندهم كل امكانيات مقارنه بالانديه الاخرى. عندهم بون واسمه تان بون انترينور، عندهم لي موايا، عندهم ان غراند سوسيتي واسمه تموراهم. الى الموسم الماضي نقول كانوا بارمي لي وي برومي، هذا العام لازم يدنا. نعم، نتابع تقرير فيما يخص مباراة وتحليل زميل نجيب حريتي. لحساب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، سيكون ممثل الجزائر شباب بلوزداد في تحدي صعب عندما ينزل ضيفا على فريق ياساك ميموزا ليفواري بطل الجزائر، وبعد أن حسم التأهل في الدور السابق على حساب ممثل الكرة النيجيرية أكوا يونايتد، يدخل اللقاء وعينه على العودة بنتيجة إيجابية تسمح له بإبقاء أمل التأهل قائما لدور المجموعات. مباراة اللي ماش تكون سهلة، احنا بالك عندنا علم على المباراة اللي لعبوها مع شباب بلوزداد مع ميموزا، مي احنا نقولوا لي ماتش اللي فاتوا احنا ما نجموش نعاود نردوا الباسي، احنا توجو نخمو في الحاضر. الشباب وبتشكيلة تضم ابرز الاسماء المتألقة في الدور المحلي وبمدرب جديد سيكون في اول تحد رسمي له على رأس الفريق، يسعى لوضع لمسته البرازيلية للإطاحة بأحد أعمدة الكرة الإفريقية ومواصلة التحليق في سماء القارة السمراء. كون لديهم روح الانتماء لهذا النادي، وفي حال انتداب بعض العناصر خلال الميركاتو سننتدب لاعبين لديهم مستوى أحسن من الذين هم في الفريق حاليا. بلغة الأرقام نجد أن الشباب سبق له وأن واجه ياساك ميموزا في أربع مواجهات بين رابطة الأبطال وكأس الكاف، مواجهات لم يذق فيها أصحاب الزي الأحمر والأبيض طعم الفوز، حيث سبق وأن خسر في لقاءين. الأول كان بداية الألفية أين سقط بنتيجة ثقيلة في العاصمة أبيجون بسباعية مقابل صفر، في حين انهزم في الثانية بهدف لصفر في ذات الملعب، بينما كان التعادل سيد الموقف في مناسبتين هنا في الجزائر. هو لقاء سيدخله الشباب بهدف واحد رغم صعوبة المنافس المتمرس، هدف عنوانه رفع التحدي وتفادي الهزيمة قبل لقاء الإياب الذي سيكون الحاسم من أجل ضمان تأشيرة الدخول لدور المجموعات. نبقى دائما مع رابطة الأبطال. وفاق ستيف أيضا سيكون على موعد مع مواجهة ممثل الكرة الموريتانية نادي نواديبو. الوفاق أيضا راهو من المرشحين دخول دور المجموعات. كلمة فيما يخص اللقاء عادل. كما قال زميلي ياسين، يعني الدور التمهيدي هذا ماهوش يعني مواجهات ما راحش تكون صعيبه جدا، خاصه لما يتعلق الامر يعني ممثلين يعني اللي عندهم خبره وتجربه. يعني كي تتكلم تقول وفاق ستيف يعني اللي عنده باع وعنده يعني تجربه طويله، وحتى الثوره كما قلت يعني اكتسب الخبره. نفس الشيء بالنسبه لشباب القبائل ايضا في كاس الكاف وشباب بلوزداد. على الاوراق تبدو المهمه يعني في صالح الوفاق، يعني اللي راه طموحه راه كبير وراه يبحث عن المجد تاعه رغم مغادره بعض اللاعبين، لكن العمل الكبير اللي راه يقوم به المدرب الطاوسي يعني بتشكيله يعني ما فيهاش ربما الاسماء والنجوم الكبار، لكن الكوكي عفوا، لكن المجموعه يعني كاين مجموعه، وستيف يعني وفاق ستيف عنده تقاليد في المنافسه. نعم، بالتوفيق لممثلي الكره الجزائريه في رابطه الابطال الشباب الوزداد وفاق ستيف، وايضا في كاس الكاف شبيبة الثورة وشبيبة القبائل. نختم بموضوع البطولة لتعود عجلة للدوران بعد أيام خولة. ما حبتش تحكي في السوجي تاع كرة القدم. كنت نشارك عادي. لا ولكن مش متأكدة، نخلي أهل الاحتفال. شوف حاجة لازم نقولوها، شوف كما يقولوا المواسم تتشابه. نعم. اليوم هذا البطوله هذا واش تستنى من البطوله تاعك؟ الا راك تستنى بالبطوله تاعنا هذه اللي راح تنطلق الاسبوع القادم باش تمد لك لاعب اسمه للمنتخب،
شوف اغلب اللاعبين راحوا، كان اللي راح لتونس، كان راح المغرب، كان راح للعراق. بطولات العراقيه خلاص كاين هجره جماعيه، بطوله اليوم راهي ضعيفه. لا لكنها مازالت تنتج ياسين. ياسين خرجنا بكونكليزيون، يعني اذا راك حاب عندك طموح تلعب في المنتخب لازم تغادر البطوله المحليه. هذه المحليه البطوله المحليه راهم يروحوا يعترفوا باش يروحوا المنتخب الوطني. طبعا هذه يعني لا يعني بوابه مازالها بوابه. لا هي اللي شوف احنا البطوله دائما نقولوا هي تاع عنف وتاع رشوه وتاع معروفه، هذه معروفه الحكام ديما هذه هي باينه. لا ما عندناش لا ياسين، لا ما عندناش ادله ما نقدروش نتهموا. واش مالك؟ لا لا نستطيع ان نتهم الانديه. لا ما كاينش ادله، كاين اعترافات وكاين ادله. كاين اعترافات، الناس تخرجت وخرجت. جا رئيس، جا رئيس في الجمعيه العامه للاتحاد الرابطه يقول لك حنا كاع نشرو كاع نبيعو. او كاين دليل فوق هذا. اعتراف تاع ياحي ولا ياحي تاع كاع 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 كامل يقول لك بلي هذه البطوله هي معروفه. كاين انا نقول لك حاجه يا استاذ، نتائج تعرف من قبل ما تلعب واسمه اللقاءات. فهمت؟ لا البطوله هذه ما انا نقول لك حاجه ما تسنى منها والو. كنا ننتظروا دربي عاصمي في اول جوله كان بين مولوديه الجزائر وشباب الوزداد، لكنه تاجل. نعم بدينا بتاجيلات. عندنا صور تدريبات المولوديه في ملحق حجوط، كاميرا كانت حاضره كاميرا الحياه في حصه تدريبات العميد. العميد كل مره كل عام نقولوا بانه هذا هو الموسم تتويج وموسم حصد البطولات، لكن في كل عام المواسم تتشابه كما قال ياسين. طبيعة الحال المواسم تتشابه والمشكل راه باين، يعني ما مشكل في الإدارة، مشكل المشكل في المسيرين بطبيعة الحال، لأنه هو اللي هو عدل عدل. عندي حاجة أنا ما فهمتهاش، ياك عندنا أزمات مالية خانقة، كيفاش هاد الأندية يجيبوا مدربين وشمو من الخارج ولاعبين من الخارج؟ فهمني فهمني. اليوم أنا عندي أزمة مالية ما عنديش دراهم، كيفاش نجيب دي زونطينور واش نخلصهم؟ ولا حتى في الرياضات الاخرى راهم يقولوا لازم نجيبوا مدربين دوليين وما عندهم صفر دينار. نعم نستمع لما قاله الطاقم الفني واللاعبين تاع المولوديه فيما يخص انطلاق البطوله. الشامبيون ان شاء الله الحمد لله كما نقولوا راهي الامور راهي مليحه بربي ان شاء الله. خدمنا بيان فيزيك ومام تاكتيك ان شاء الله، بقات بعد الروتوشن مع المدرب ان شاء الله في هذه دو سيمان كنا واجدين البطوله ان شاء الله. يلحقنا حتى نقولوا 70 80% من التحضير، قربت المنافسه عندها اسبوع، لعبنا اربع مقابلات يعني وديه مع فرق من الدرجه السفلى، وين حطينا اللاعبين يعني في وضعيه من صعبه يعني من الناحيه البدنيه باش نعرفوا امكانيات كما نقولوا الفرديه والجماعيه. الحمد لله احنا لحقنا المستوى قلت لك كما قلت لك 70%. استمعنا لبابوش ليتيم وطاهر. اخر سؤال نوجهه لخوله، في المولوديه مسقفوا الاجور، اجور اللاعبين راهم سقفوهم شحال ولاو؟ هبطوا شويه شحال. مقارنه بالمواسم الفارطه كانوا 500، لكن مقارنه مع الرياضات الاخرين يعني انا نقول لك هذا ظلم، هذا ظلم في حق الرياضه الجزائريه، لانه كره القدم راهي تدي دراهم على حساب الرياضات الاخرى، لانه علاش؟ ما كاش احتراف، ماهوش احتراف هذا، المؤسسات العموميه اللي راهي تمول انديه كره القدم تحت شعار الاحتراف ومش احتراف. حاجه واحده نزيد لك حاجه واحده، زمان زمان شركات لما كانت تمد واسمو لي صالير، تمد لي صالير كامل كيف كيف، واللي يروح للمنتخب يزيدوا له. اليوم كانت كاينه استراتيجيه مليحه، كاين استراتيجيه مليحه مع اي كانت شوف ماشي غير هذيك، الناس كانت تحب تخدم. دوك الناس ولاو يجوا يدوا دراهم وما يديروا. علاش اسمح لي برك، علاش كي هضرت على تسقيف الاجور، من بين الاسباب اللي خلات كما قال ياسين اللي جوا راهم يروحوا للعراق ولا يروحوا لتونس ولا يروحوا للمغرب، لانه لي صالات دركا ولاو ضعاف. نعاود نقولوا تما واش راهي تعيش المشهد تاع الكره الجزائريه، راهي نفسه اللي راهي في القاره السمراء. صح. يعني في الكاميرون ولا في نيجيريا. انا واحد الوقت كان عندي حديث مع رئيس اتحاد الكاميروني نهار توج بالبطوله الافريقيه، قال لي حنا نهار كان المدرب اللي توج معاه اللي كان في النهد اللي توج معاه بلجيكي مع اي فريق؟ بروس. كان بروس قال عطيت له قائمه تاع لاعبين فيها 280 لاعب كاميروني ينشط في الخارج. حنا وكان نكملوا هكذايا غدوه من غدوه يعني يولي جمال بالماضي عنده قائمه يعني يختار موسعة. فيها اللاعبين موسعه. نعم. بالك فيها 250 لاعب ينشط خارج البطوله الجزائريه. نعم. لانه خلاص الدراهم ما ولاش كاينين. نعم. في البطوله تاعنا. انتهى وقت البرنامج. الشكر موصول لكل من ساهم في اعداده، الشكر للمخرج رزقي ولكل الفرقه التقنيه، شكر للضيوف.
نبدا مع خونا. شكرا جزيلا خونا لتحليل الرياضه. لا فقط انا حبيت نوجه رساله لكل الناس اللي تشاهد فينا وحتى لكل فاعلين في الحركه الرياضيه. احنا صحفيين يعني غيرتنا على بلادنا, غيرتنا على الرياضه الجزائريه اللي تخلينا نتحدث وكا. انا شخصيا ما عندي مشكل مع اي شخص معين وما حتى حسابات شخصيه مع اي طرف معينه, ومن خدمه لصالح اي طرف معين, فقط خدمه للرياضه الجزائريه ورأي العام. نعم فقط. اشكر ايضا عادل زكري لقدومك الحصه وقبولك الدعوه. شكرا, شرف لي نتواجد معكم هنا. شكرا عادل, مره اخرى نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه. شكرا ايضا للصحفي والاعلامي ياسين معلومي. شكرا جزيلا, وانا نوافقك انا مع جمال بالماضي ظالم مضروب. رانا زوج كونترا خوله. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه, ابقوا اوفياء لبرنامج الحياه تي في والى اللقاء.